كل واحد على مطرحه، اقعد يا انت اهوت. اقعد محكمة. فتحت الجلسة. اهلا اهلا عبد الله بيه. اهلا مدام سندي. ده انا سعيدة جدا انك جيت. لا العفو، وانا عمري اقدر اتاخر عليك. اتفضل. اهلا عبد الله بيه. اشرقت الانوار عبد الله بيه. نفسي يا اخي تخرج عن وقار مهنتك وتيجي تلعب معانا. ما تتعبوش نفسك، واحدة بس هي اللي تقدر تخرجه. نانا. تفضل يا عبد الله بيه. شكرا. تسمح لي بالرقصه دي؟ انا الحقيقه مفيش داعي للاحراج، واحده بس هي اللي بترقص نانا. ممكن ادخل؟ تعرف ايه السبب؟ لانك بتحبها زيادة عن اللزوم. بس لو كنت اعرف ليه بحبها؟ دي حالة جنون، حتى اخلاقها مشكوك فيها، حتى عيلتها انقرضت. من حيث الوضع الاجتماعي انا دلوقتي احسن منها الف مرة. ايه يعني جدها كان سلطان باشا ولا تركان باشا؟ ليه انا متعلق بيها للدرجة دي؟ ليه؟ ليه؟ ده طلع طبق. بلاش كلام فارغ، بس لو كنت اقدر انسحب. اسمع، نقلب الوضع. ما
بدل ما تبص لفوق تبص لتحت. يعني يعني تاخد كرسي تمرين مع الناس اللي تحت. مش فاهم. اصل النانا دي شيء 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 رهيب رهيب جدا، فانا رايي انك تاخد كرسي تمرين. ايه حكايه كرسي دي؟ يعني تدرب نفسك على الحب مع ناس اقل منك، اقل منك كتير كتير جدا. يا شيخ مش كلام فارغ. بتضحك علي؟ لا ابدا، اصل زمان كان عندنا بنت شغاله. شرف، ايه اللي بتقوله ده؟ وانا لسه قلت حاجه، والبنت الشغاله دي اول ما جت عندنا. شرف. ايه؟ افندم ساعت ليه؟ اسمع يا فرغلي، الراجل عندي طردته النهارده، وعايزك تشوف لي واحده ست تشتغل مطرحه. اوامرك ساعت ليه؟ انا مش عايز بنات صغيرين، عايز ست كبيره. هو ده الكلام يا سعادة بيه؟ بنات الايام دي ما ينفعوش في الشغل. ايوه، يعني ست بتاعت 50 سنة كده. بالظبط يا سعادة بيه، على الاقل تعرف قيمة الشغل وتحافظ عليه. بس الـ 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 المشكلة ان انا سكني عالي، ويمكن لو جبنا واحدة ست كبيرة يمكن مش هتستحمل. يا بيه دول زي القرود، ربنا مديهم صحة وعافية. لا برضو احنا كمان مش عايزين نرهق حد، حاجة كده تبقى معقولة، مش ضروري 50 سنة، يعني لو بتاعت 40 35 تبقى معقولة برضو. استغفر الله يا سعادة بيه، هو انا مش عارف طلبك. على كل حال مش مهم حكاية السن دي، المهم ما تكونش عيلة. هو برضو كده يا سعادة بيه. يا اخي انا عايز رأيك انت، مش كل فكرة اقولها توافق عليها. هو برضو كده يا سعادة بيه. وانا انا اعمل ايه يعني؟ وانا اقدر اقول لا؟ شهرت بنت يا شهرت. مين؟ اهلا سفرغالي فندم، اتفضل. ازيك يا شهرت؟ الله يسلمك. عملتوا ايه؟ منى مشتغل؟ ابدا والنبي يا فرغالي فندم، مش عارفه ايه اللي جراله. الواد ده خلاص مش نافع، حتى صحته ما عادتش تنفع لشغل. والنبي غلبان يا فرغالي فندم، صاحب عايه. ما هو كان زي الحصان، هو الواد نفسه في داهيه من الهباب اللي بيسعطاه. انا ياما نصحته. اسمعي يا شهرت. نعم. انا فكرت فيك كويس، العيال ولادك اتبهدلوا وانت كمان اتبهدلتي، مفيش غير انك تشتغلي وتبطلي تعتمدي عليه. بس اشتغل ايه فرغ لفانت؟ البيه بتاعي حتة سكرة، بيه كبير قوي، عايز واحدة بنت حلال توضب له البيت تكنسه وتنظفه. ايه اشتغل خدامة يا فرغ لفانت؟ خلاص انت حرة. سلام عليكم فرغ لفانت. طب بس ما يجي منع. يجي ولا ما يجيش انا هشوف له واحدة تانية. اصل يعني يا بنت هو الشغل عيب اذا كنت انا بخدمه. طب والعيال؟ انت مش هتروحي الا الساعة 3 وترجعي الساعة 8. ايه قلت ايه؟ ما تبقاش عيبة دي يا فرغلة فندي. يا بت ده انا بحرب وراه بقالي 6 أشهر من ساعة ما شفت حالتكم. يعني انت شايف كده؟ ايوه. المهم حسك عينك تغلطي في حاجة، لحسن الحكاية في وشنا، عايز النظافة والاحترام وقلة الكلام. حاضر. ولما يجي الواد منها يبعتهولي عشان اكلمه، وحضري نفسك بكرة الساعة 2 عشان حاجة هاخدك. الطلب موجود يا سعادة البيه، تعال يا شهرت. تعالى فرغلي،
خد يا فرغلي. لا 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 يا سعادة بيه، والله ده كتير قوي يا سعادة بيه، ده أنا بودي أخدم سعادتك بروحي. لا لا لا. دول عشان المواصلات. ما يصحش يا سعادة بيه، ما يصحش، ده يبقى عيب عليا قوي يا سعادة البيه. امسك يا فرغلي. يا سعادة البيه، ربنا يعمل بيتك يا سعادة البيه ويعلم ردبك ونعمل أخلاق يا سعادة البيه، ونعمل أخلاق. السلام عليكم يا سعادة البيه. عشان أجي معاك يا سفرغلي. يا عبيطة. انتي اسمك نعمت؟ خدمتك شهرت. متجوزة؟ ايوه. مخلفة؟ بنتين ولا. انت اتغديت يا شهرت؟ نحمده. خش اتغدي، في اكل في المطبخ. اتغديت والحمد لله. معلش ادخلي كلي، الاكل كتير، كلي تاني. تعال موريك المطبخ. ادي الاكل، وهنا الاطباق، وعندك هنا المعالق وكل اللي انت عايزاه. يلا 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 اقعدي كلي. كملي اكلك. الحمد لله. انت اشتغلت عند حد قبل كده؟ لا دي اول مرة. تعرف تعملي قهوة؟ تحبها ايه؟ مظبوط. حاضر. واعملي لنفسك كمان فنجان. كتر خيرك. عندك هنا كل حاجة، وفي هنا كمان البن والسكر والشاي، لو كنت عايزها قرفة كمان وكاكاو. احفظي بقى الحاجات دي. حاضر. والفلاجين في الناحية التانية. حاضر. تعرف تقولها البوتاجاز؟ لا. طيب دي الأنبوبة، تفتحيها كده اهو، وتفتح الزرار ده على الناحية دي، لما تحب تطفيه تطفيه بالعكس. يلا جربي بقى. لا لا لا، ده أخطر حاجة، لازم تولع الكبريت الأول وبعدين تفتح البوتاجاز. الجاز ده خطر، لو طلع زيادة عن اللزوم يهب في وشك يحرقك. يلا وريني الكبريت اهو. العواف. الله يعافيك. المكوى بتاعت مين دي؟ عبد الله بيه. بسم الله ما شاء الله، يا ارض احفظي عليكي. الورد طلع قبل اوان يا عم عمران. ايوه يا سيدي. ان شاء الله تكون البنت عجبت سعادتك. مش بطاله. انت تعرفها كويس؟ ايه اللي اعرفها يا سعاده البيه؟ دي بنت حتتنا. ليه يا سعاده البيه؟ بطمن. لا من الناحيه دي سعادتك اطمن جدا. دي اخلاقها زي الجنيه الذهب. اما نشوف. لا 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 دي. Thank you.
شارت، انت مروحة؟ اه. مش هترجع العفش مطرحه؟ شهرت، انت زعلتي؟ خدي ما تزعليش. شهرت، بقولك خدي. ده من الحساب، ما تخافيش. اهو يا شهرت، بالحق يا شهرت، الاكل اللي يفيد من الغدا كل يوم يبقى خديه. كمان ما تنسيش، ما تتاخريش بكره عن ميعادك. اي خدمة تانية يا سعادة البيه؟ متشكر. ده احنا يهمنا رضا سعادتك. طب متشكر. العفو يا بيه. الو، اهلا مدام شندي. لا لا لا، بالعكس والله، انا كنت بفكر افوت على حضرتك النهارده. لا قوي. ان شاء الله هكون عندكم النهارده. الف شكر. لا ابدا، ضروري حاجه. انا تحت امرك دايما يا مدام. ميرسي خالص، الف شكر، مع السلامه. دي طريقة تقابل بيها صديق العمر؟ امشي يعني؟ لا لا ابدا، تعال تعال. انا يظهر جيت في وقت غير مناسب. لا ابدا، بس اصل البنت شغالة اتأخرت. شغالة؟ ايوه شغاله. وهي شغاله؟ برافو عليك، يعني بدات الكورس. كورس ايه يا جدع انت؟ امال جبتها ليه؟ اصل زهقت من خلقه صالح. وهي خلقه الشغاله الجديده احسن. بس مش عارف اتاخرت ليه، الساعه بقت 3:15. لازم حصل حاجه. لا ابدا. مش معقول. امال قلقان عليها ليه؟ اراهن ب 100 جنيه منك لربع جنيه مني انه حصل حاجه، وامبارح بالذات. قول لي،
هي بقى لها كم يوم عندك. اسمع، مش ضروري تشوفك. لازم اشوفها. مش وقته، مرة تانية، انا مش عايز احرجها. لازم اشوفها عشان اقدر احكم. ما تخافش، هستخبى هنا وهخرج من غير ما تحس بيا. طب طب يلا يلا. الظرف ده جابه البوسطاج دلوقتي يا سعادة البيه. ما دخلش في صندوق البوسطة. متشكر يا عمران. اطلع يا سيدي. ده البواب. تبقى مش جاية. بس قول لي ايه اللي حصل وانا افتيك. ده انا شرشر العجيب. ابدا. شوية تمثيل. ما معقول يعني دي أول مرة تحصل لها؟ يعني حصل. مش بقول لك دي فتوة أخوك، ده أنا شرشر العجيب. قول لي الأول، مين جابها لك؟ فرغلي. يا نهار أبوك أسود. أهدي أكبر غلط. تفتكر هتقول له؟ ما أقدرش أحكم. كان لازم أشوفها الأول عشان أعرف شخصيتها وأحكم. دي مشكلة. ولا مشكلة ولا حاجة. حتى لو قالت لي فرغلي هيحصل ايه؟ كدابة. ثم انا اقدر انقل فرغلي نفسه. اسمع، لو ما جاتش النهاردة تجيب فرغلي بكرة وتحاول تعرف منه هو عرف ولا لا. ما هو ده اللي هعمله. لازم اتأكد في الاول من فرغلي. والله يا بيه ذنبها على جنبها. انا بصراحة حبيت اخدمها لانها غلبانة. اما اذا كنت سعادتك مش عايزها اجيب غيرها وحالا. انت ما تعرفش ما جاتش ليه؟ والله يا سعادة بيه، والله ما شفتها من يوم ما جبتها لسعادتك. انت عارف ان انا احب النظام، اذا كان عندها عذر ولا حاجة زي بعض المرة دي. بس المهم انه ما يتكررش. حاضر يا سعادة بيه. انا عارف انت مش عايزة تشتغلي ليه. انت مناخيرك فوق طلع فيها. زي ست شهرة هانم بنت الحاج بعجر شيخ النجارين تخدم في البيوت. يا شهرة الدنيا صعبة وانت غلبانة وجوزك بطلان وولادك. يا شهرة ولادك مش لاقيين اللضا. العواف. تقدري تقولي لي ما جيتيش المده دي كلها ليه؟ اصل بنتي كانت عيانه. مش كنت تقولي او تعتذري؟ انا كنت هجيب واحده تانيه. قصدي فرغلي حاول يجيب لي واحده غيرك وانا مرضتش. كتر خيرك. انت عيانة ولا ايه؟ بنتي هي اللي كانت عيانة. وانت كمان عيانة، شكلك مش طبيعي. سيب اللي في ايدك. اوعك ايدك. اتغدى الاول واللي يفيد يبقى خديه معاكي. عندي عمود هنا ابقي خدي فيه الاكل كل يوم. وخد الجنيه ده كمان. Thank you.
انا نازل يا شهرت، وان اتاخرت بروحي انت وقفي الباب وراكي كويس. ما تتاخريش بكره. عبد الله بيه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ايه الخطوه السعيده دي؟ اتفضل. لقيت نفسي قاعد لوحدي، قلت اجي اتسلم معاك شويه. ده بيتك يا عبد الله بيه، واكتر من بيتك كمان. انا كنت قاعده في البلكونه زهقانه لوحدي، والشغالين اجازتهم النهارده. اتفضل. ايه رايك تاخد رينك معايا بالنهار كده؟ الجو حر ويحتاج لحاجه ترطب. تحب تقعد في البلكونه؟ لا لا لا، خلينا هنا احسن. عنك انتي، تعالي اقعدي. شرف، انت لازم توصلني. حبيبي عبد الله، ده انت صعبان عليا بشكل. قوم وصلك. قوم. قوم يا عبد الله، قوم يا عبد الله، قوم اوصلك انا. صالح، صالح، افندم سعاده البيه. انت لسه ما نزلتش؟ حسيب سعادتك وانت عيان. انا مش قلت لك ان شرف جاي ومفيش داعي انك تقلق عليا؟ انزل انت يا اخي دلوقتي وفورا. حاضر. العواف. الله يعافيك.
العواف. ايه اللي جابك من هنا يا شهرت؟ البواب قال لي اطلعي من سلم الخدامين. مالك يا بيه؟ سلامتك. مفيش حاجة يا شهرت، شوية دوخة بسيطة. اتشر عليك. على مهلك يا بيه. نابع شهرت، علبة الفوار الطويلة دي، خدي منها ملو معلقة شاي وقلبيها في نص كوباية مية. الدخة هتموتني. بالشفا ان شاء الله. في صحة حبايبنا كلنا، شوقي بيه وسوسن هاني بعد غيبتهم الطويلة دي في أوروبا. ميرسي مدام شندي، ربنا ما يحرمنا من سهراتك الحلوة. في صحتك. اتفضل. ايه اللون اللي يعجبك؟ احمر؟ ازرق؟ اورنج؟ اخضر؟ روز؟ ايوه ده كويس. تحت امرك. عن اذنك لحظة، ارجوك تتصرف كأنك في بيتك. اوعى تكون بتتفرج على المجلات يا عبد الله. انت عايز مني ايه؟ انا بحبك. وانا ما بخلتش عليك بحاجة، اديتك فرصة. المسألة مش بالبساطة دي. انت لازم تفهميني. انا بحبك، بحبك لدرجة الجنون. طب وايه اللي انت عايزه مني؟ ان انا عايز نتجوز. بس انت مش بتحبني زي ما انت فاهم. نانا انت مش فاهمه حاجه، انت كل حاجه في حياتي، كل خطط انقلبت من ساعه ما شفتك. انا مستعد اسيب الدنيا كلها عشانك. انت عارف ايه معنى الحب الحقيقي؟ العبادة، الخضوع الكامل، الفناء في الشخص اللي انت بتحبه.
لكن انت في صميمك بتحب نفسك اكتر ما بتحبني. انت عارفه كويس ان حياتي من غيرك ملهاش اي معنى. يعني مستعد تغفر لي اي حاجه؟ كل شيء. نبدا صفحه جديده. يعني لو خنتك. ايه مثلا؟ خنتيني بعد ما نتجوز؟ مش قلتلك ازاي اكون بحبك حب حقيقي واقبل انك تخونيني؟ تبقى ما تعرفش الحب. نانا الكلام اللي انت قلتيه ده. عبدالله انسى الكلام اللي قلته لك دلوقتي. انا ما كنتش بتكلم جد، انا بس كنت بمتحنك. انا هكون صريحة معاك، انا عشان اتجوزك لازم احبك، والحقيقة انا بعزك بس بقدرك، لكن ما بشعرش بأي عاطفة نحوك. مش معنى كده ان مفيش عاطفة خالص، في صداقة. امال كنت بتشجعيني ليه؟ كمان انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. انت شايف حياتي، انا عايز اعيش بكل حريتي، مش ممكن افرط في حريتي دلوقتي. متشكر متأسف لإزعاجك. صابر اصحى يا روحي قوم. يا روح قلبي نواه قوم اصحي. نوح نوسه نوسه قوم. اه يا روحي نواه قومي. فرفشي عشان تتعشي. يلا روح اصحي. اوبا وجعاكي اخص عليها. تعال يا صابر قوم تعال. تعال يا حبيبي تعال. يا بيه الله يعافيك يا شرط. ازاي الصحة النهاردة؟ الحمد لله احسن. اعمل لك فنجان قهوة؟ لا بلاش عشان هنام شوية. حاضر. وحياتك يا شرط توضبي لي اوضة النوم. فرغالي يا بيت. ايوه يابا قال لي انه جاي حالا. خد يا بيت قربي تعالي تعالي. انا ايش معاكي قرش؟ منين يابا؟ ما تكونش امك سابت معاكي حاجه كده ولا كده؟ ابدا والنبي يابا منين؟ غوري خدتك البلد غوري. يا بنت مش تقولي لامك تجيب لمبه صغيره عشان تنور السلم؟ اهلا يا فرغالي افندي. ازيك يا منعم؟ هي شهره لسه ما جاتش؟ لسه فرغالي افندي والساعه بقت 8. معلش زمانها جايه. اتفضل اتفضل يا فرغالي افندي. اتفضل ايه بقى ده انا نفسي اتقطع. خير يا منعم؟ خير يا فرغالي افندي. انا اصلي يعني
مش مطمن على شهرة. شغلة ايه اللي تقعد فيها لغاية 10 بالليل دي؟ هو اللي نقوله نعيده يا منعم. انا مش فهمتك 100 مرة. ايوة بس يعني الحكاية كده مش مظبوطة يعني. مش مظبوطة ازاي؟ هو يعني البي اللي بتشتغل عنده فرغلة فندي متجوز؟ يا نهارك اسود، هي حصلت يا ولا؟ هو الافيون لحس عقلك للدرجة دي؟ متجوز ولا مش متجوز؟ انت مالك؟ انا مالي؟ انا مالي ازاي يا فرغلة فندي؟ مش مراتي؟ يعني ايه؟ قصدك ايه يا سمنعم؟ قصدك تشتمني؟ مش قصدي يا فرغلة فندي، قصدي يعني كل ليلة بالشكل ده مش معقولة. والله ياكل العيش يا سمنعم، امال يعني تترمي جنبك على قهوة؟ وانا ذنبي ايه يا فرغلة فندي؟ صنعتي وخرجوني منها. وخرجوك ليه؟ مش من الهباب اللي انت بتستعطاه ده؟ ارموني بقى، ارموني للكلاب، اقتلوني بالحياة. اسمع اما اقولك، انا عملت لكم خدمة ومش عاوز دوش الدماغ، هي مراتك وانت حر فيها. انا قصدي لو شغلة تانية، حاجة تكون بالنهار كده يعني. هو انا يا ابني مخدماتي؟ طب استنى بقى لما افتح لك مكتب. سلام عليكم. فرغلة افندي. نعم، عايز ايه تاني؟ انا بقول يعني كده يا بنت سايبه اخواتك في الحرم الليل؟ اهي جت يا سيدي بقى تشاور معاها. سلام عليكم. لا اعمل معروف، بلاش تجيب لها سيره، اعمل معروف. تعالى يا بنت. مساء الخير. مساء الخير عليك يا شهرت. وقف كده ليه يا فرغلة افند؟ ما تتفضل. ايه مالك؟ وشك عامل كده ليه؟ من مش مطمن على شغلك عند البي يا ستي. لو كان بس ينقطنا بسكاته. قال ايه اللي رماك على المر؟ قلت اللي امر منه. الواد ده لازم ادخله مستشفى عشان يفوقوه. انتوا هتتقوزوا عليا ولا ايه؟ انت فاكر نفسك مين؟ انصل الوز يعني. اخص الله يلعنك. سي فرغالي اوعى تزعل يا فرغالي فعلا. انا عشان خاطري والناس. انا انصل الوز؟ جرى على كيف مخك يا سمانة. تعالي هنا. اوعى ايدك كيس الفلوس. سرحت البيت كتب نواد. يا نوال انزلي هاتيلي من عمك بتاع القطه. اروح يا ماما. امشي يا بنت الكلب. كلب هيعمل عليا اي مال. والله عاد ما بقاش العنصر والساخر. جاتك البلد. تعالوا كلوا. بوزك اكل العيال. شهرت. شهرت. نعم. تعالي. لما خالص. مش نقعد مع بعض احسن؟ لما اخلص القهوه وبعدين نقعد مع بعض زي ما انت عايز. قلت لما اخلص. انا عايز اسالك شويه اسئله. اسال. انت بتحبيني يا شرط؟ بتحبيني؟ هو اللي يحب حد يقول له انا بحبك؟ طبعا لازم يقول له انا بحبك. لما يقول له كده يبقى بيضحك عليه. يضحك عليه ازاي؟ الحب في القلب وانطلع على اللسان ما يبقاش حب. قولي لي يا شهرت. نعم. الحب ده ايه؟ يوه وانا شعرفني هم طول النهار بيقولوا الحب الحب. استني انا عايز رأيك انت. هو اللي زينا يقدر يعرف الحب ايه؟ اطلع من دول. حبة من سوا يا هنا يا في حبهم، المايا والهوا طول عمري جنبهم. حبهم بم 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 اشرقت الانوار. انت فين يا ابني؟ اختفيت ليه؟ اسكت يا عبد الله يا اخويا على اللي حصل. 300 جنيه راحوا مني في السهره المنيله بتاعتك. 300 جنيه؟ كنت متعاقد على فيلم وكان التصوير تاني يوم، ما قدرتش طبعا. لغوا عقدي وجابوا بدالي محمود المليجي. ايه وبعدين؟ ولا قبلين
واحنا يعني لازم نشتغل يعني. ايه ده؟ ايه؟ 5 جنيه بتوع ايه؟ سلف. ها؟ مين قال لك ان انا عاوز فلوس سلف؟ تعالى شوف بقى، انت عايزني ضروري معناه انك عايز تستلف، وانك تبدا القعده ب 300 جنيه تبقى مفهومه، وبدل ما تقول لي 20 جنيه او 30 جنيه ادي لك اللي معايا ومفيش غيرهم وتجيبهم اول الشهر. ما تخليهم 5 وربع. المهم ايه اخبارك؟ ايه اخبارك انت؟ باين عليك مندلش. مش بطال. لازم احوالك ماشيه. مفيش جديد، زحمه الشغل هي هي. انا بسالك عن الشغل التاني. تقصد نانا؟ انا بقالي مده ما شفتهاش. يا اخي مش نانا، البت الشغاله اللي عندك. بتزعلي؟ اهي جت اهي. هاي. فيري هاي. انتوا متخانقين ولا ايه؟ لا ابدا مش قوي. اسمع يا عبد الله، وعهد الله البت دي بتحبك، وما تعملش كده ابدا الا اذا كانت عايزه تغيظك، والست دايما تحب تغيظ الراجل المهتم بيه. لا خلاص، انا هستقر في بيتي زي ما انا عامل كده. مساله الجواز لسه بدري، ممكن تستنى سنه اتنين. لكن انت بتحبها جدا. انا هعرف ازاي انساها. بتضحك علي. الست نانا طلبت دول لحضرتك. بحب اتنين سوا يا هنا يا في حبهم، المية والهوا طول عمري جنبهم. يلا نقوم يا شرف. يا راجل اقعد بلاش عبط. ده يبقى معناه انها عرفت تغيظك وانك تأثرت؟ تفتكر كده؟ امال يعني ايه معنى الحركة دي واللي قبلها؟ اسألنا انا. الغريبة انا عمري ما جربت الحب. ده انت غرقان فيه لشوشتك. يا شهرة شوف البت نوال ما جاتش ليه؟ اهي طالعه ورايا. النبي اذا كان عندك شاي اعملي لي كوبايه على ما تيجي نوال. نوز قومي قومي يا روحي. يلا يا سعد قومي اتعشى. قوم يلا يا نوز. يلا ايه شوفي شوفي جبتلك ايه. الله. وانت يا ساف جلبيتك اهي. يلا يا رحمه. اهو يابا عم الفاع بيقول عليك 5 برايز. وانا جبت لي ايه يا ماما؟ يا روحي جبت لي الجلابيه حلوه. بصي مش كده يا ماما. امال ايه دي؟ بلوزه جبتها عشان ده. ده ما تطلع يا عثمان. ودي تيجي برضو. الستات الاول. تعرف لو مديت ايدك حقت حار. يعني ماليش في الطيب نصيب يا استشاره. يا راجل اختشي عيب على شيء. دهني في العتاق يا اموره. اوعى. اتفضلي.
اوعى الملاي. بتتكلمي في ايه مع السفرادي؟ عثمان ده هو اللي كان بيكلمني. انا مش عايز فضايح هنا. ليك فله الشر. هو حصل ايه يا سعاده البيه؟ حد مسك بحاجه؟ انت سيرتك بقت زي الزفت. انا قطع لسانهم. مين اللي قالك كده؟ انا شايفك بعناية وسامع بودني، وانا بديكي انذار. انت عارفه مركزي هنا، لو اتصرفت بالشكل ده تاني هقولك اتفضلي على بيتكم. هو انا عملت حاجه يا بيه؟ مش عايز كلام كتير. احضر السفره. حضري. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن. هو خضتني يا سيدي. هو صالح طبخين النهارده. فضلت خيرك ملوخية وبامية. انا عايزك تعالي شوية يا شهرة. والنبي يا بينا ست العقلين، خرش انت اليومين دول مش راضي عني. انت عارفة ان انا ما بحبش المسخرة. عارفة. وعايزك كمان تبقي ست محترمة. طب ايه؟ معلش. عم رفاع مرضيش يجيني، بيقول لك هات الخمس برايز الاول. فلوس وعيدي يا راجل النفاية. لازم خدمة يا بيه. تبقى رايحة شورت؟ ايوه. انتي مش ناسية حاجة؟ ناسية ايه؟ النهاردة ايه؟ يقى صحيح، ده النهاردة أول الشهر. ربنا ما يحرمنيش منك يا بيه. من هنا ورايح هتبقى ماهيتك 4 جنيه بدل 6. ظروفي صعبة الأيام دي. وعليك جنيه قبل كده؟ يبقى فاضل لك عندي 3 جنيه. أهم. فوتك بعافية. شهرت اطلع، انا عايزك. اقفل الباب. سيبتي عمود الاكل ده ليه؟ ما تتكلمي عشان عايزه تمشي وما ترجعيش زي عوايدك، مش كده؟ نسيته. ما كان في ايدك. اصل كنت بفكر في المصاريف اللي عليا. وبتفكري تشوفي شغلانه تانية. انا عارفك كويس، ما عندكيش اي احساس. كل اللي عايزاه الفلوس. كل حاجه بتعمليها غش، كله غش. هو انا عملت حاجه يا بيه؟ امال ليه سبت العمود؟ مش قلت لك نسيته يا بيه؟ يعني كنت راجع تاني؟ امال كنت هروح فين؟ يعني لو لقيتي بيت تاني كنت روحتي؟ جنيه زياده ولا 2 كنت سبت البيت؟ افرضي قلت لك تشتغلي ببلاش، تشتغلي ولا لا؟ تشتغلي ولا لا؟ كلمي. اشتغل. كدابه. يا بي احنا ناس غلابه، مش لاقيين القرش، حرام عليك. شفتي؟ مش قلت لك؟ كل همك الفلوس. اسمعي لما اقول لك، هديكي 4 جنيه يعني 4 جنيه. موافقه ولا مش موافقه؟ وانا قلت حاجه يا بيه؟ ما انا موافقه. يعني موافقه غصب عنك. امال بخاطري؟
فهميني. مفيش يا سي انور. قولي لي بس مين زعلك ونقطم رقبته. انا عايزك تشوف لي شغل. ليه حصل ايه؟ ابدا يا سي انور، كل يوم والتاني شخط ونطر. مش قلتلك يا شهرة نتجوز احسن؟ يا راجل احنا في ايه ولا في ايه؟ مش بدل الشقة وقلة القيمة حسدتك يا بنت؟ هو انا خالية؟ ده انا على ذمة راجل يا سي انور. اتطلقي مني. يا لهوي وولادي. ابوهم يربيهم، مش هو اللي مخلفهم؟ يا راجل اعقل. انا ما دخلتش دنيا وانت دنيتها شهرة. تصدقي بالله انا عامل المكوى دي مخصوص حجة وطالع عشان اشوف. ان شاء الله ما تشوف وحش. والنبي احسن؟ لا مش احسن. طب والنبي طول ما انا جايه في السكه وعنينا الرجال هتاكلني اكل. وجوزك؟ جوزك قال ايه؟ اسم الله على مقامك. هو داري. هو مسافر ولا ايه؟ بقاله بسلامته 3 اشهر قاعد على القهوه. ليه حصل حاجه؟ ايوكي شغل. هو صنعته ايه؟ دباخ. دباغ حاجة تعرف. إلا قولي يا بيه، بالزنة مش أحلى من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ كل الناس بيقولوا لي إن أنفع أشتغل في التلفزيون. اعمل لك فنجان قهوة؟ لا هنام شوية. يعني بتغسلي وانت لابسه الهدوم الجديده؟ ايه العيال احسن تتبل؟ ايه العيال؟ حاضر. افندم ساعه البيه. الساعة بتاعتي مش لاقيها. أه؟ تعمل ايه عندك؟ بدور عليها ساعة البيه. انا دورت مفيش. بقول ايه يا ساعة البيه، ما يمكن يمكن ساعتك نسيتها في البيت. طب انا مال انا؟ تقولش انا اللي كنت لابسها. خير؟
جريمة قذرة. تحدي. ايه حصل ايه؟ تصور الساعة بتاعتي اتسرقت. الساعة اتسرقت؟ الشغالة اللي عندي سرقتها. الشغالة. ايوه شهرت. شهرت. قويتها في بيتي. عملتها احسن معاملة. وفي الاخر تسرق الساعة. لكن هي ازاي تجرؤ انها تعمل كده؟ ما هو ده اللي مجنني. كاني مش مالي عينها. ماليش عندها اي اعتبار هفية. وتأكدت ان هي اللي خدتها؟ طبعا. ومال يعني هينزل عفريت يخطفها؟ المسألة مش مسألة الساعة. مسألة المعنى اللي ورا سرقتها. انت فاهمني؟ معنى. طبعا. يعني مش هيباني. يعني بيعاني بساعة قديمة. هي قديمة كمان؟ الساعة نفسها ملهاش قيمة. يمكن ما تجيبش 3 جنيه. لكن هي ازاي تجرؤ؟ صحيح. ازاي تجرؤ؟ لازم نكبس عليها قبل ما تتصرف فيها. هتنك؟ ما انا فكرت في كده برضو. هتعمل ايه؟ هخوفها. انت مش ممثل؟ طبعا. انت هتلبس بدلة ضابط ونروح سوا نكبس عليها. هتخاف وتطلعي الساعة. والله فكرة. فكرة عظيمة. ومحسوبك يليق تمام في بدلة الضابط. انت تعرف بيتها؟ فرغالي يعرفه. انا بعت انده له يروح معانا. طب كفى. لا. ايه؟ ايجار البدلة. ايه ده 50 قرش؟ كفاية. دي تجيب بدلة عسكري بس. يلا روح هاتها بسرعة قبل ما يجي فرغالي. يلا. انت عارف طبعا بيت البنت شهرة. طبعا يا سعادة البيه. والبنت دي كانت على ضمانتك. تمام يا سعادة البيه. حصل منها حاجة؟ سرقت الساعة. ها؟ يا خبر زي وشها. ازاي يا سعادة البيه؟ المجرمة اللصة. ده انا هخرب بيتها. ده انا هوديها في تاهية. سودت وشي. الهي سود وشك. انا عايزك دلوقتي توديني على بيتها. عايزين نفاجئها ونطلع الساعة قبل ما تتصرف فيها. حالا يا سعادة البيه. انا مش عارف اودي وشي فين. شاوي الشرف. ها عشان اقبض عليها. مشفتهاش. يبقى شويش وابض عليه.
ولا لا؟ اعمل معروف، ما تفضحنيش، ابوس ايدك. ناوي ارجعها. لقيت الساعة عم فرغالي. اسكت يا ولية، انا هقطع رجلها من حتة، لا يمكن تقعد فيها بعد النهاردة. اتفضل يا سعادة بيه. يعني ايه الساعة؟ اسكتي. ده احنا ولاية، ربنا امر بالساعة. طلع بطنك، اتفضل يا سعادة بيه. اوعي يا ولا اوعى. اتفضل يا بيه، اتفضل يا ساتر بيه. اوعى يا ولا، وسع يا ولا، اوعى اوعى يا ولا. اتفضل يا ساتر بيه، اتفضل. اتفضل يا بيه، اتفضل اتفضل اتفضل. اوعى يا ولا، اتفضل يا ساتر بيه، اتفضل. اوعى. لقيت الساعة يا شرف. مبروك، انتصار عظيم. والله انا اشوف لي سعادتك واحده تانية يا سعاده البيه. لا تفضل انت. اوعى يا شيخ تتضايق انت. اوعى 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 يا ولد، اوعى اوعى. الجلسة. مظلومة والنبي يا بيه.
السيد وزير العدل. لم أستطع أن أكون عادلا في قضية تخصني شخصيا، فكيف أكون عادلا في قضايا الناس؟ أرجو قبول استقالتي. رفعت الجلسة.